أهلا بكم مع جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة لهذا الصباح. نبدأ من الصحف المحلية، نقرأ من الأخبار: السيسي يلتقي الرئيس الألماني اليوم والمستشارة ميركل غدا. السفير بسام رادي يؤكد دعوة الرئيس للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في عام 2019. فحص 6 ملايين مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، توفير 22 مليون عبوة لبن أطفال وعلاج جميع مرضى فيروس سي. جريدة الوطن بدورها رصدت أيضا: مصر تستضيف كوادر 154 دولة لمناقشة قضايا شعوبهم تحت شعار جنسيات متعددة وهدف واحد. منتدى شباب العالم منصة حوار في مدينة السلام. آليات بناء الدول بعد الحروب ودور الثقافة والفنون في محاصرة التطرف أهم المحاور. القارة السمراء على رأس الأولويات. نتابع من اليوم السابع التي كتبت تقول: مديرية التموين تواصل حملاتها ضد محتكري البطاطس. المصلحي يؤكد منظومة التجارة الداخلية تعاني من العشوائية لعدم وجود أسواق جملة منظمة. العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ تنفيذ أطول برج على مستوى قارة إفريقيا، يصل طوله إلى 345 مترا وينفذ داخل حي المال والأعمال. مصادر تؤكد التنفيذ يستغرق 43 شهرا. من عناوين جريدة الجمهورية: مدبولي يتابع تنفيذ تكلفة الرئيس للارتقاء بالجودة، فحص 6 ملايين مواطن في مبادرة 100 مليون صحة. البطاطس تعود إلى 5 جنيهات للكيلو، والزراعة تتوقع انفراج أكبر. الداخلية تواصل الدعم والحملات. الغاز يصل ل 300 ألف عميل بالتقسيط والملا يصرح. الأولوية للصعيد والمناطق الشعبية وبرنامج للتنفيذ. من جريدة المصري اليوم نقرأ: الحكومة تصرح وفرنا لبن الأطفال والإنسولين يكفي 45 يوما. والصحة تصرح أيضا العلبة المستوردة ب 50 جنيها وتوزيع 3.5 مليون عبوة أنسولين. 14.7 مليار دولار صادرات المناطق الحرة في 9 أشهر. وصحة النصر تصرح: لدينا 19 منطقة جديدة توفر 220 ألف فرصة عمل. حول أزمة ارتفاع أسعار بعض الخضر خلال الأيام الماضية، جاء مقال الكاتب الصحفي أسامة سرايا في صحيفة الأهرام تحت عنوان: حتى لا تتكرر أزمة البطاطس والطماطم. يقول الكاتب: المشكلة تكمن لدينا في عدم تنظيم آليات العرض والطلب وضعف القدرة على ضبط الأسواق وانتظام السلع وبأسعار مناسبة، كما أن التجارة الداخلية لا تزال في حاجة إلى التطوير وآليات جديدة لوصول السلع إلى المستهلكين، وليس عبر مجموعات احتكارية من التجار لجأوا بعد ابتزاز المنتجين إلى تخزين السلع وعدم طرحها في الأسواق بالكميات المناسبة. وعلى الرغم من وجود مؤسسات حديثة لمنع الممارسات الاحتكارية مثل جهاز حماية المنافسة، إلا أنها يجب أن تتوافر فيها معايير الاستقلال حتى تكون مؤثرة وقادرة على الفصل بين المنتجين والتجار والمستهلكين. نتحول إلى أبرز ما جاء في الصحف العربية، والبداية من الحياة اللندنية. أنقرة تصاعد ضد الأكراد في شرق الفرات. إسرائيل تختبر مساعي تحريك عملية السلام بمخطط استيطاني ضخم في القدس. واشنطن تشدد على ضرورة نزع السلاح من الحوثيين. تهافت ليبي على مؤتمر دولي حاسم للتسوية السياسية في البلاد. من أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط: محمود عباس يصرح: إذا كان وعد بلفور مر فإن صفقة القرن لن تمر. البشير يأمل في تنشيط شراكة سودانية إماراتية لتطوير موانئ البحر الأحمر. إسهامات سعودية لدعم التعليم في اليمن. فقدان 16 مهاجرا مغربيا وغرق طفلين في المتوسط. إلى صحيفة السياسة الكويتية التي كتبت تقول: سعد الحريري لتأليف الحكومة اللبنانية خلال 48 ساعة قادمة. عبد الله صالح يؤكد استعادة الدولة اليمنية والقضاء على الإرهاب مقدمة أولوياتنا. الرئيس العراقي يؤكد أيضا: لن نسمح بعودة الاستبداد تحت أي عنوان.
من الصحف الأردنية نقرأ من الدستور: اغتيال مسؤول أمني في عدن، والحوثيون اختطفوا 6 أطفال، استشهاد 3 أطفال في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة، و20 ألف بؤرة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. تركيا تقصف قوات كردية مدعومة من واشنطن شمال سوريا. من عناوين صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ: داعش يطرد قسد من آخر جيوبه في دير الزور السورية، مناوشات بين الجيش الليبي والإرهابيين في درنة، مقتل 40 حوثيا في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية كبيرة في الحديدة، رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر داعش. عودة إلى الشرق الأوسط التي رصدت في مقال لها الوضع الكارثي في ليبيا، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحل حالة الأزمات التي تعصف بليبيا، وكتبت: القطاع الصحي في ليبيا أصبح يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد البلاد بعدم القدرة على السيطرة على الأمراض والأوبئة أو حتى مقاومتها في حال حدوثها، خصوصا أن ليبيا بلد عبور لموجات المهاجرين المحملين بالكثير من الأمراض والأوبئة ويتجولون في بقاعها المترامية. التناطح والصراع بين الميليشيات خلق حالة من عدم الاستقرار، ولا بد من وضع حلول جذرية لإنهاء الأزمات المتلاحقة التي تضرب ليبيا وقد تعصف بالبلاد في كل القطاعات. إلى الصحف العالمية نبدأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي كتبت تقول: يوم هادئ في كنيس بيترسبرغ، أصبح صراعا للبقاء على قيد الحياة بعد إطلاق النار، والكراهية تسمم أمريكا. الديمقراطيون يركزون على رعاية الصحة في سباقهم الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر القادم. ونقرأ في الواشنطن بوست الأمريكية: الشرطة تؤكد أن وراء حادث كنيس بيترسبرغ غضب ممتلئ بالكراهية، والقاتل يقول: كنت أريد فقط أن أقتل اليهود. المرشح اليمني المتطرف يائير بولسنارو يفوز في انتخابات الرئاسة بالبرازيل. المنشق الشعبوي يركب موجة من الغضب الذي تقوده أو من الناخبين تقوده إلى النصر، مسجلا التحول الأكثر دراماتيكية في أمريكا الجنوبية منذ نهاية الدكتاتورية العسكرية. من هآرتس الإسرائيلية نقرأ: تاريخ من الاعتداءات الدموية على اليهود في أمريكا، ترامب لم يضغط الزناد في حدث بيترسبرغ لكنه بالتأكيد خلق الأجواء المهيئة للجريمة. تأجيج نار الحرب في غزة يصبح أقل خطورة، لكن نتنياهو يفقد السيطرة على الصراع. ومن لوموند الفرنسية نقرأ: بعد اكتشاف طرود المفخخة وعملية القتل في بيترسبرغ، سرعان ما تحولت النغمة الرئاسية لترامب إلى خطاب عنيف في خضم الحملة الانتخابية للكونغرس. ركاب طائرة إندونيسية في عداد المفقودين، تحطم طائرة شركة ليون إير قبالة جزيرة جاوا وعلى متنها 188 شخصا. نقرأ من صحيفة الجارديان البريطانية: ميركل تعاني من أزمة أخرى بعد انتخابات محلية، الخسارة الثانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية خلال أسبوعين. تظهر النتائج أن الناخبين في مقاطعة هيس الهامة اختاروا عدم التصويت للحزبين الكبيرين المتحالفين في قيادة البلاد. هذه النتائج يمكن أن تقود الحكومة الائتلافية في ألمانيا. احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة كان محور مقال بصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، التي قالت إن هذا الاحتجاز حل غير إنساني وفاشل في التعامل مع مشكلة الهجرة. هناك دول أخرى قد يكون في استضافتها عدد أكبر من اللاجئين والمشردين، لكن الولايات المتحدة لديها أكبر نظام احتجاز مهاجرين في العالم. عشرات الألوف يتعرضون للاحتجاز في بعض الأيام، ريثما يخضعون للترحيل أو يمنحون إقامة بحكم من قاضي هجرة. من المخزي لدى إنفاذ قوانين الهجرة أن تنكر الحكومة الحرية على عدد كبير من الناس ممن لم يتم اتهامهم أو إدانتهم في جرائم. بالتأكيد من حق كل دولة السيطرة على حدودها وتحديد من يدخل إليها، لكن اعتماد الحكومة الأمريكية تاريخيا على الاحتجاز كأداة للتعامل غير إنساني وغير عادل لأناس يمارسون حقهم القانوني في طلب اللجوء. وهذه وقفتنا الأخيرة في جولة الصحافة مع رسوم الكاريكاتورية.
نختم جولة الصحافة لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.